السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أداة مجانية اسمها اكسبريس فاميلي لاي اوت، واخدة تقييم 5 من 5 في 4 قائمها. طيب الأداة دي بتعمل ايه؟ اولا ممكن يكون عندك كذا فاميلي وعايز تعدل في البارامتر فيهم مرة واحدة، فبدل ما تدخل على الفاميلي ممكن يكون عددهم كتير، لا تقدر تدخل وتكتب اسم البارامتر، تكتب الجروب اللي موجودة فيها، الطيب الديفولت، تمام؟ فده هيوفر لك كتير، يعني ممكن مثلا عندك ابواب كتير وعايز تحط مثلا الارتفاع او العرض او اي فاميلي عايز تحطها ماتيريال، تقدر انت تعمل الموضوع ده بسهوله جامد. من ادنس هتقول له فاميلي لي اوت وتختار الملفات اللي انت عايزهم، او ممكن تختار فولدر كامل، تقدر تقول له سيلكت اول، وتقدر هنا بقى تعدل البارامتر زي ما انت عايز. ممكن حتى تاخدهم وتعمل سطر جديد وتبدأ تضيف زي ما انت عايز، وتبدأ تقول له نفذ، فيبدأ ان هو يعدل لك في الفاميلي دول كله مرة واحدة. ممكن تضيف مثلا فاميلي باسم المصنع مثلا او بسعرها،